هنقوم نعمل لك لقمة تقوتك. اقعد يا راني، عاوزاكي. خير؟ حسب الله هيتجوز عليك. هيتجوز عليا يعني؟ مين اللي قال لك؟ لا انت ما تعرفيش. مين يا بنت اللي قال لك الكلام؟ عبد العال سمع رجالتك بيتودودوا في الحدوته دي. ومين دي المحروسه اللي عجبت جوزي وهيتجوزها عليا؟ اللي انت انياها اليومين دول وحطها تحت باطك. خضره؟ خضره ايه يا مارا اللي حنبصله؟ الله، انت عرفنا فوقك حاجه؟ هو انا هننسى دهولتك عليها اما شفتها اول مره يا راجل يا ناقص؟ ما انا لو ما كده ما كنت صدقت اللي اتقال. الله، وانت اي حد يطرش في نفوخك اي كلام تصدقيه؟ مش رايي اللي كلمه توديها وكلمه تجيبها. ما هني قالوا لي على حرمه تانيه، يمكن ما كنت صدقت. ده انت معربينه على عركه بقى من زمان. لاني مش معربينه على عركه، تاني معربينه على عمرك. وبعدها لك اتلم يا ريا لما تدي ايدي عليكي. تلم بايدك على مين يا روح امك؟ تاني حاطه لساني في حنك وتقول معلش؟ انا معطير معلش وسبك تقطع زي البغل في الزريبه، عايز كمان تتجوز عليا؟ نزلي ايديك يا ريا، خنقتيني بدل ما نمد ايدي عليكي. تقدر؟ داني نقرقش لحمك وناكل عظمك، داني المعلمه ريا يا جربوع. الله استهدوا بالله يا جدعان، جرى ايه؟ لا ده حلو، واحد واحد وصابت، ده انت حسوك واصل للشارع ونخلي تلمت كده. نزلي ايدك يا معلمه، نزلي ايدك بالهداوه كده كل حاجه هتتحل. ما انتوا راسين على الدور يا رجال، المعلم اللي لحم كتفه من شقايا عايز يجيب لي ضره؟ دي اللي عاشت، دي اللي عاشت ولا كانت ضره يا حسب الله. وعلى مين؟ على المعلمه ريا. انا نصحته كتير قوي يا معلمه، وقعدنا نقول له حسب الله عيب، حسب الله ما يصحش، ما يصحش تتجوز واحده كانت شغاله عند المعلمه. قلت له يا معلمه، قلت له حد يبقى متجوز المعلمه ريا ويبص الحرمه زي خضره؟ بص الحرمه ده نقتلوه، نقتلوها وندفن الاتنين تحت رجلينا. عيب، لا عيب يا ريا، عيب. ليه مفيش رجاله ولا ايه؟ ده انت تؤمري، تؤمري ده ايه؟ انت تقشري واحنا نخلصوا لك عليهم هما الاتنين. لا نخلصوا لك عليها هي بس. وساعتها بقى حسب الله لا هيبص كده ولا كده. ما تزعليش منه الراجل، انا راجل فكر على قدي وقلت نساعده في الايام السودة دي، نتجوزه المره دي وناخده الصيغه وبعدين نطلعوه. على رايك الكلام ده يا راجل يا طيف استل ربنا خير من الشتار. هدي نفسك يا معلمه، هدي خلقك امال. خلاص حسب الله هيشيل الموضوع ده من نفوخه خالص، مش كده حسب الله؟ واني هنشوفولك تصريفه في الحرمه الخاينه دي، هنخلصوك منها خالص، وشيل ده من ده يرتاح ده عنده. شفت رزالة اكتر من كده ولا ها؟ ها؟